السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيه نوع من الإعلام بيطلق عليه الإعلام الأصفر، اللي هو باختصار إعلام الكذب والتلفيق والإشاعات. مثلا صحيفة مش متشافة، محدش بيتابعها، فالصحيفة دي تلاقيها بتنقل أخبار كاذبة وإشاعات وما إلى ذلك. ليه؟ علشان تزود من نسب مشاهداتها وانتشارها. وده اللي بيتصف به الإعلام الإخوانجي كله، تلاقيهم يحطوا لك خبر، سطر واحد من الخبر صحيح والباقي كله كذب. علشان كده الإعلام ده مسيطر بشكل كبير جدا على كافة المنصات، لأن فيه من الدهماء والغوغاء والجهلة اللي بيتابعوه. بالضبط كده زي اللي كان بيحصل في وقت من الأوقات بالنسبة للجماعة متابعي السينما والأفلام السينمائية زمان. كان فيه نوع من الأفلام بيسموها أفلام المقاولات، اللي هو مثلا الفيلم لا قصة ولا سيناريو ولا حوار ولا مضمون ولا أي حاجة خالص. الموضوع كله عبارة عن شوية مشاهد متركبة على بعضها علشان شوية ممثلين حالتهم المادية سيئة شوية، فالممثلين دول بيسترزقوا من وراء تمثيلهم في هذه الأفلام. أظن كده الصورة وضحت لحضرتك، لأن اللي قلته ده بينطبق تماما على موضوع حلقتنا، اللي هو تهديد أمريكي بقتل الأمير محمد ابن سلمان. إزاي الكلام ده يا عم حسين؟ والله العظيم زي ما بقول لك كده، فيه مواقع فعلا وفيه صحف نشرت الكلام ده. فتعالوا بنا نشوف حقيقة الموضوع ده، ويلا نبدأ. بسم الله. موقع أمريكي شهير اسمه بوليتيكو نشر تقرير اليومين اللي فاتوا أثار الرأي العام السعودي بصورة كبيرة. اتكلم الموقع فيه عن تهديدات بمصير لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشابه كده لمصير الرئيس المصري الأسبق الراحل محمد أنور السادات عليه رحمة الله، وإن ممكن يحصل للأمير محمد زي ما حصل للرئيس السادات بالضبط في حالة إصرار المملكة على الضغط على الولايات المتحدة بشأن موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية مقابل موافقتها على ضغوط الولايات المتحدة للتطبيع مع الكيان المحتل، وتعنت المملكة من وجهة نظرهم في المسألة دي من أجل الحصول على أكبر مكسب من الصفقة لصالح الفلسطينيين، رغم أن فيه معارضة في العالم العربي وداخل المملكة العربية السعودية نفسها لخطوة التطبيع اللي الدولة بتدرسها بصورة مكثفة وبتشوف مدى استفادة الشعب الفلسطيني من الحكاية دي ايه. ده كلام الموقع الامريكي. وطبعا وكالعادة اي خبر سيء ضد مصر او السعودية او الامارات فبتلاقي المواقع الاخوانجية تتلقفه فورا وتبدأ بقى تحط التاتش بتاعها عليه او البهارات علشان تهيئ للمشاهد الجاهل ان الموضوع حقيقي. التقرير الامريكي بيصب الزيت على النار علشان يزود من الهجوم على السعودية طبعا، وهدفه الأساسي هو إثارة القلق في المنطقة وتخفيف الضغط على الولايات المتحدة في المفاوضات القائمة حاليا من أجل وقف إطلاق النار في غزة. طبعا السعودية لا تزال تواجه هجوم كبير جدا من أراطيس ومعتيه ومهابيل جماعة الإخوان بسبب موضوع التطبيع ده اللي ظهر من قبل حرب غزة وانطلاق عملية ما تسمى طوفان الأقصى في 7 أكتوبر اللي فات، لدرجة ان بعض المساطيل منهم طلع وقال ان عملية طوفان الأقصى كان هدفها اصلا وقف مشروع التطبيع بين المملكة وبين الاحتلال. انت متخيل الهبل والعتا وصل بيهم لحد فين؟ ورغم كده طلعت تصريحات تانية كشفت كارثة طوفان الأقصى سواء بشكل رسمي من مسؤولين إيرانيين أو بشكل ضمني، وتبين من خلال تصريحات المتحدث الرسمي باسم الحرس الثوري الإيراني بعد شهر واحد بس من انطلاق العملية إن العملية دي كانت لصالح إيران، لما قال إن هذه العملية طوفان الأقصى جزء من عملية الثأر لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس اللي اتقتل زي ما كلنا عارفين في هجوم بمسيرة أمريكية وهو كان في طريقه لمطار بغداد من حوالي 3 سنين. ولو فرضنا ان الراجل ده كذاب وقلنا ان عملية طوفان الأقصى عملتها المقاومة الفلسطينية علشان خاطر الفلسطينيين، وبالمناسبة طبعا في الحالة دي مفيش مخلوق على وجه الأرض ممكن ينكر حاجة زي كده، لان من حق الفلسطينيين انهم يقاوموا الاحتلال، ومش من حقهم وبس، لا ده أوجب الواجبات عليهم كمان سواء من الناحية الشرعية
أو الوطنية أيضا، وإن كنا طبعا بنختلف معاهم في الآليات والاستراتيجيات بتاعتهم اللي زي ما كلنا شايفين نتيجتها عاملة إزاي بسبب هذه الحركات المجرمة. التقرير اللي نشره الموقع الأمريكي أثار موجة من الاستهجان في الأوساط السعودية والعربية بشكل عام، ووصفوه بأنه تفوح منه ريحة الانحياز للاحتلال، وأنه بيأكد بجلاء صلابة الموقف السعودي من موضوع التطبيع اللي الولايات المتحدة بتلهث وراه، وإصرار المملكة على عدم الحديث عنه قبل ضمان الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في أنه يكون ليه دولة معترف بها دوليا، وهو الأمر اللي الولايات المتحدة عجزت عن تحقيقه في ظل رفض طفلها المدلل الكيان طبعا أنه يتم، لأن لو حصل مش هيقدر ساعتها يتعامل مع الفلسطينيين زي ما بيحصل دلوقتي، لأن وقتها هيكون للشعب الفلسطيني كامل السيادة على أرضه يعمل اللي هو عاوزه بدون تدخل من أي حد، وده بالطبع هيخوف الاحتلال، لأن ممكن بعد فترة تلاقي حاجة اسمها الجيش الفلسطيني مثلا، وساعتها مش هيكون هناك مقاومة زي اللي بتحصل دلوقتي، ممكن يتم التلاعب بها، بل هيكون في كيان رسمي منظم من حقه الدفاع عن أرضه وعن نفسه وكمان عن أراضيه المحتلة، وبالتالي فالخطوة دي لو حصلت هتكون تنازل من الاحتلال وكمان من الولايات المتحدة، والتنازل ده هيجر تنازلات تانية ورا بعضها مش هتكون في صالح الاحتلال أكيد. وبالتالي نبدأ بقى في مرحلة الترهيب والتخويف، علشان لو الولايات المتحدة عجزت عن تلبية شروط المملكة العربية السعودية نقلب بقى على الوش التاني ونقول لا يا عم احنا كنا خايفين على ولي العهد لا يحصل له زي ما حصل لأنور السادات بعد اتفاقية السلام مع الاحتلال. التقرير او التهديد الامريكي كان ليه زي ما قلنا ردود فعل عكسية في المملكة، لدرجة ان بعض المحللين السياسيين السعوديين وصفوه بانه سطحي جدا وبتفوح منه رائحة الانحياز للاحتلال، وانه بيأكد بجلاء جهل الولايات المتحدة بشخصية المملكة العربية السعودية وبشخصية الامير محمد بن سلمان نفسه وشجاعته اللي بتغلب مصلحة الامة على مصلحته الشخصية، ولا يخشى من اي محاذير زي دي لايمانه ويقينه التام بان الشعب السعودي فاهم كويس جدا نوايا الدولة واصرارها على مصالح الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وان اي اجراء من المملكة في هذا الاتجاه فالشعب السعودي هيقف في صفه. المراقبين السعوديين شايفين كمان ان التقرير او التهديد الامريكي ده بيكشف بوضوح قوة وسيطرة الاعلام الصهيوني في الولايات المتحدة الرافض للاعتراف بالدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وعايز يثير الرأي العام العربي بالنقطة دي على اعتبار ان التطبيع مطلب سعودي في الاساس، رغم انه رغبة امريكية صهيونية من بدايته لنهايته، وان قبول المملكة العربية السعودية الحديث عنه مشروط بالاعتراف بالدولة الفلسطينية زي ما كلنا عارفين. ده كده يا اخواننا كان باختصار قصة الخبر الفيك خلينا نقول اللي تناولته المواقع الصفرة زي ما قلنا، واللي لا يعدو انه يكون زوبعة فارغة في فنجان. ربنا يحفظ المملكة العربية السعودية ويحفظ أهلها ويوفق ولاة أمورها لما فيه الخير، ويحفظ بلادنا جميعا من كل شر، ويوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.